أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل لقمان نبي؟ المشهور عند أهل العلم أنه ولي وعبد صالح، وليس في القصة ما يدل على النبوة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، والحكمة تطلق على النبوة وعلى ما دونها من العلم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم.